انا حطيت يا خوخه مجموعه كروت وصور للاماكن المشهوره اللي السياح بيحبوا يزوروها، يعني زي الاهرامات، المعابد الفرعونيه، المتاحف، وكمان حطيت في الجزء ده صور وكروت لجنوب سيناء والبحر الاحمر، وحضرت مجموعه كتب فيها معلومات مهمه عن الاماكن دي كلها. هايل هايل يا ابله نبيله، شكرا ليكي. العفو. ودلوقتي نروح لمكان تاني نشوف باقي الناس بيستعدوا ازاي للفوج السياحي اللي جاي لنا النهارده، عالم سمسم. ومعانا الاستاذ اورا، ونحب نعرف ايه الجديد عنده اللي بيستعد بيه لفوج السياحي. الجديد هو المشروع اللي انت شايفاه ده يا خوخ. انا عملت بازار في حاجات كتيرة من اللي السياح بيحبوا يشتروها من مصر، زي التماثيل الفرعونية وورق الباردي، ده غير القمصان اللي عليها صور الأهرامات وأبو الهول. طيب يا أستاذ أورا، بعد ما السياح يمشوا هتعمل إيه بقى في البازار؟ أكيد السياح هيتبسطوا في زيارتهم لينا، ومفيش حاجة هتضايقهم، وبكده أكيد هيقولوا لأصحابهم ييجوا هما كمان، ده غير إن هما نفسهم ممكن يفكروا ييجوا تاني، وبكده البازار هيفضل مفتوح على طول. عندك حق يا أستاذ أورا، تفكير مظبوط. ودلوقتي نروح لمكان تاني نشوف ازاي بنستعد فيه للفوج السياحي اللي جاي لنا النهارده، عالم سمسم. نتعرف على الست كراميلا ونشوف بتستعد ازاي للفوج السياحي اللي هيزورنا في عالم سمسم. انا فكرت ان السياح اللي جايين ما يعرفوش الاكل المصري، واكيد هيحبوا يجربوه، عشان كده عملت مطعم فيه كل الاكلات المصرية المعروفة، زي الفول والطعمية والكشري والبصارة والفول النابت والملوخية والبامية. اما بالنسبه للحلو فهيكون رز بلبن ومهلبيه وام علي وبليله. يا سلام، اكيد السياح هيحبوا اكلك جدا يا ست كراميلا. اكيد طبعا. شفنا في التقرير قد ايه سكان عالم سمسم مهتمين بزياره السياح لعالم سمسم، وكلهم بيحاولوا يعملوا حاجات تخلي السياح عايزين يرجعوا تاني. كانت معاكم مراسلتكم خوخة من عالم سمسم. ست كراميلا، ممكن من فضلك تجيبي لي طبق كشري وطبق رز باللبن كده، عشان انا جوعت جدا. طبعا طبعا يا انسه خوخة، احنا لسه على الهوا. بابا وحشني قوي، هو مسافر وبقالي 6 شهور ما شفتوش، عشان كده النهارده هكتب له جواب وابعته له. بابا انت وحشتني قوي، انا كل يوم بروح المدرسه والمدرسين مبسوطين مني. وبساعد ماما في شغل البيت، وبذاكر دروسي وبجيب نمر كويسه، وباكل الحمام، وكمان براجع مع محسن مذاكرته. انت وحشتنا قوي يا بابا، عايزين نعرف هتيجي امتى. سوسه، ماما قالت لي قبل ما نبعت الجواب لازم نطبقه الاول ونحطه في الظرف ونكتب على الظرف العنوان من بره. انا وماما رحنا مكتب البريد واشترينا طابع بوست. ماما قالت لي ان الجواب عشان يوصل لازم نحط عليه طابع بريد، أو ساعات بيسموه طابع بوستة. لزقت الطابع كويس عشان أرميه في صندوق البريد، وبعد فترة البوستاجي جاب لي جواب. عرفت إنه جواب من بابا. قال لي إنه استلم الجواب اللي بعته لي، وبيقول لي إن إحنا كمان وحشينه قوي ونفسه يشوفنا. هيجي في الأجازة قريب. أنا فرحانة قوي النهاردة، وعلى طول هبعت لبابا جوابات. السياح اللي جايين يزورونا في عالم سمسم وصلوا،
وكلنا فرحانين جدا انهم هيقضوا اليوم معانا ويتفرجوا على الحاجات الجميله اللي عندنا. ازيكم؟ صباح الخير، انا جون المرشد السياحي للمجموعه السياحيه اللي جايه تزور عالم سمسم النهارده. وانت فلفل مش كده؟ ايوه انا فلفل. هو حضرتك تعرفني؟ طبعا، انا سالت وعرفت ان انت اكتر واحد تعرف كل حاجه عن عالم سمسم، عشان كده انا عايز اطلب منك طلب. طبعا طبعا، اتفضل اطلب. الحقيقه يا فلفل انا اول مره اجي عالم سمسم، علشان كده محتاجك تكون معايا اثناء جولتنا، يعني هتكون مرشد سياحي زي بالظبط، لانك اكيد تعرف المكان اكتر مني. يا سلام، دي حاجه بسيطه جدا. هلا سلام. بس صحيح، ممكن اعرف الاول يعني ايه مرشد سياحي؟ شوف يا فلفل، المرشد السياحي ده هو الشخص اللي بيجاوب على اسئله السياح وبيوريهم ايه اهم حاجه في المكان اللي هم فيه، ويوريهم قد ايه بلدنا جميله. فهمت، بس في مشكله صغيره، انا ما بعرفش اتكلم اللغه بتاعتهم. لا دي مش مشكله، انت ممكن تشرح الحاجات بالعربي وانا هترجم لهم باللغه بتاعتهم. ها اتفقنا؟ اتفقنا، دي حاجه ظريفه جدا. ها ايه اول مكان هنشوفه النهارده يا فلفل؟ اول مكان يا فلفل، هنبتدي جولتنا النهارده بجنينه عالم سمسم. اتفضلوا. اوكي ليتس جو بليز. اوكي هي دي جنينه عالم سمسم، وكل اطفال عالم سمسم بيجوا هنا عشان يلعبوا ويرسموا. And this is the garden of عالم سمسم. All the kids of عالم سمسم come here to draw and to play. وزي ما انتوا شايفين يا جماعة، جنينة عالم سمسم فيها نباتات كتيرة وجميلة جدا. And as you can see, the garden full of the beautiful plants. Is it allowed for the kids to come and plant flowers here? هي بتسأل يا فلفل، هل ممكن الأطفال ييجوا يزرعوا هنا في الجنينة؟ طبعا ممكن، كل أطفال عالم سمسم بييجوا يزرعوا هنا مع نمنم، لأن هو اللي بياخد باله من الجنينة. Yes, it's allowed for the kids to come here to plant in the garden with Nimnim because he is the one who takes care about the garden. ها؟ جاهزين يا جماعة عشان نروح مكان تاني؟ Are you ready to go for another place? Yes. يلا بينا. ودي ورشة النجارة بتاعة عم حسين. And this is the workshop of عم حسين. عم حسين is a carpenter. أهلا وسهلا بكم في عالم سمسم. He say welcome for all of you in عالم سمسم. عم حسين بيعمل من الخشب كراسي وترابيزات ودواليب، وطبعا مصر مشهورة بالصناعات اليدوية من زمان. عم حسين make the tables, the chairs and the cupboards from the wood. And as you know, Egypt is famous for the handmade products from a very long time. شكرا يا عم حسين. العفو يا فلفل، نورتوا عالم سمسم. وهنروح على فين دلوقتي يا فلفل؟ هنروح دلوقتي بقالة عم جرجس. And now we are going to see the grocery of عم جرجس. هيا يا فلفل، أنا مبسوط قوي إن السياح جم عندنا هنا في عالم سمسم، عشان كده أنا عايز أقدم لهم أي حاجة. يا ترى يحبوا أقدم لهم إيه؟ تحبوا تدوقوا عسلية عم جرجس؟ Would you like to have some honey sticks from عم جرجس shop? Yeah. تفضلوا. قوي تفضل. سيب لي واحدة يا عم جرجس. حاضر يا فلفل. مش كله للسياح يعني. فلفل، دول طلعوا بيحبوا العسلية زيك تمام يا فلفل. كل الناس من كل الدنيا بتحب العسلية يا عم جرجس. أنا متشكر قوي يا فلفل. Ladies and gentlemen, we should to leave عالم سمسم now to catch the Feluca trip in the River Nile. We need فلفل during our trip in Egypt. فلفل، السياح انبسطوا أثناء جولتهم معاك في عالم سمسم وطالبينك تكون معاهم أثناء جولتهم في مصر. بجد؟ أيوه. فيل شكرا شكرا يا جماعه. هادي 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 هادي، اصحى اصحى. انا صاحي انا صاحي انا صاحي. ايه مش قادر انام يا هادي. شادي ليه؟ مش عارف يا هادي، متهيألي ان انا خايف قوي.
خايف من ايه يا شادي؟ انت عارف من الخيالات الضلمة والحاجات المخيفة والوحوش. شادي انت قصدك زي جعفر ورئيش وابو شعر، كل دول وحوش بس برضو دول اصحابك. ايوه بس انا مش قصدي على الوحوش دي، انا قصدي على الوحوش اللي بتتكلم وتقول وابا 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 وابا. ما تقولش كده يا هادي عشان بتخوفني. شادي بطل خوف، بطل خوف وتعالى نام. اسمع، انت بتتخيل كل الحاجات المخيفة دي في مخك. ايه فعلا؟ ايوه، لكن انت عارف تقدر تتخيل حاجات جميلة. بص، ممكن تتخيل بالونات. انا بحب البالونات الكبيرة. خلاص، بالونات كبيرة. بتحب ايه تاني؟ انا بحب البالونات الصغيرة. خلاص، بالونات صغيرة. اتخيل بالونات صغيرة وكبيرة، مفيش مشكلة. لحظة، في حاجة كمان بحبها يا هادي. ايه هو يا شادي؟ البالونات المتوسطة. خلاص، ما عرفنا البالونات. ايوه فعلا، اتخيل البالونات. حاضر، هحاول يا هادي، لكن ده صعب، صعب قوي. اعمل زي بالظبط، غني ورايا. حاضر. في دماغي مكان معين هو اللي بيعمل الخيال، بغمض عيني وبلقاني بتخيل نفسي هناك. أصلي بتخيل نفسي بلاقي حاجات مش موجودة إلا هناك، والأفكار العجيبة اللي فيه بتسليني ساعات. في دماغي مكان معين هو اللي بيعمل الخيال، بغمض عيني وبنسى الخوف واللي عاوزه أكيد هلقاه. حتى الوقت يعدي أوام ويفوت هوا لطيف، وبلاقي فيه أحلى وقت بقضيه وأنا سرحان في كده مش عادي حادي بالخطوط.